الجامعة. في خبر قريب من الحديث على عودة الدراسة في جامعة طرابلس والحديث على الجامعات، نمشي لجامعة بنغازي والحديث على انطلاق أول بث تجريبي لقناة جامعة بنغازي، ويعتبر هذا الحدث من أبرز الأحداث المحلية ولما لا نقوله حتى العربية، أن في جامعة يكون عندها راديو تلفزيون. جامعة بنغازي تعمل حاليا على إنشاء قناة تلفزيونية على القمر الصناعي نايلسات. القناة تهدف لتمكين طلبة من الدراسة على بعد بمجموعة من البرامج التعليمية. القائمين على القناة وتواصلنا معهم أكدوا أن القناة باشرت في بثها التجريبي الأيام اللي فاتت، والعمل جاري أكيد على إعلان انطلاقها بشكل دائم. قالوا إحنا جربنا في هذا الموضوع وماشيين فيه خطوات جيدة. حدث مهم جدا أن تكون هنالك منصة إعلامية لجامعة تكون مرجعية، وهي لما لا ما فيهاش اختلاف على أن الجامعة يكون فيها مكتبة. جامعة بنغازي تعرضت للحرق وتعرضت للنهب وتعرضت للدمار جراء الحرب في مدينة بنغازي، وسرقت حتى بعض محتويات هذه الجامعة. الجميل في الأمر هو الحديث على عودة هذه الجامعة عن طريق بوابة الإعلام بإطلاق أول قناة لجامعة.